التسويق الإلكتروني هو فكرة ممتازة باش بنادم يطور الدخل ديالو، أو اللي ما عندوش دخل قاع يولي كيكسب مال. ولكن أنا بنطرح سؤال، واش قاع الناس اللي يديرون التسويق الإلكتروني كيدخلوا فلوس مزيان؟ سا ديبون، با فورسيمون. إذا واتس رون، شنو هو المشكل؟ المشكل هو المنتج. تقدر فكرة بسيطة تقدر تبيع وتشري أي حاجة في التسويق الإلكتروني، ولكن غتربح واحد المبالغ مالية محدودة. هذه المنتجات هذه اللي كتشوفوا هي منتجات ديال مجوهرات أحجار كريمة حرة أصلية حقيقية. هذه غادي تخليك إلا كنتي كدير التسويق الإلكتروني غادي تنتقل بالدخل ديالك من بضعة دولارات إلى ملايين السنتيمات أو آلاف الدولارات، يعني واحد الربح اللي تتراوح ما بين 100 دولار أو 1000 درهم إلى 5000 دولار أو 50000 درهم، 5 سنتيم. فالأحجار الكريمة لها ربحية كبيرة والمنتوجات موجودة عندي، واللي مطلوب منك فقط هو التسويق، ما مطلوب منك تش استثمار، ما تخلص العام تشريها ما والو، فقط غادي دير التسويق ودون شاك فونت وقت ما بعتي عندك 50% المنتوج اللي غادي تبيع تاخذ فيه 50%، و يكفي انك تبيع واحد بضعة منتجات واحد جوج ثلاثة في الشهر باش يكون لك مدخل دخل ممتاز. اما الا كنتي كتبيع مثلا واحد عشرات لي برودوي في الشهر راك غادي تصبح شخص ميسور. اذا اللي باغي يتواصل معايا يكتب لي في الواتساب التسويق الالكتروني في الاحجار الكريمه، وانا غادي نتواصل معاه وغادي نزيد نشرح لكم اكثر عبر الواتساب.